عقدت شركة مصفاة البترول الأردنية مؤتمرا صحفيا السبت في مقر الشركة بعمان للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بعمل المصفاة وجودتها. الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلوين أكد أن شركة مصفاة البترول الأردنية ومن خلال محطاتها الثلاث لتعبئة الغاز في كل من عمان الزرقاء وإربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل إليها طيلة اليوم. كمصفاة البترول الأردنية اللي دأبت على تزويد مواطننا الأردني باحتياجاته من المشتقات النفطية على مدار ما يقارب 6 عقود حتى الآن، بنحب نكرر رسالتنا دائما بطمأنة المواطن الأردني على وفرة المشتقات النفطية أولا، وموضوع وفرة أسطوانات الغاز ثانيا، وديمومة تزويدها إلى المواطن الأردني. فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، طبعا بتعرفوا أنه احنا في عندنا مصدرين، مصدر التكرير والمصدر الآخر اللي هو الاستيراد. فتعاقدت الشركة على كميات وافرة من الغاز المسال المستورد، ويتم توريدها تباعا بالسفن إلى العقبة، ومن ثم نقلها برا بالصهاريج إلى محطات التعبئة في كل من عمان والزرقاء وإربد. العلوين بيّن أن الشركة تزود المملكة باحتياجاتها من الغاز المسال والمشتقات النفطية الأخرى بشكل منتظم، وأن استهلاك المملكة قد وصل إلى أعلى مستوياته أواخر الشهر الماضي. الجدير بالذكر أن مشروع التوسعة الرابعة التي سوف تقوم بها المصفاة مشروع يتلقى اهتماما كبيرا من جهات عدة، وأن الشركة تواصل استمرار الاتصالات مع الجهات العالمية التي أبدت اهتمامها بتنفيذ وتمويل هذا المشروع. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.